عبد العزيز المضحي رئيس نادي العداله بعد صعوده الى دوري المحترفين. سريعا مع وليد الخضير. اي والله ما ادري صالح، ادري اني واقف كنت شفت الجماهير عليه، حسيت اني عرفت انه المباراه انتهت واحنا تاهلنا. كانت صعبه جدا المباراه، ليس سهله. الجوله بصفه عامه اعتقد كانت صعبه جدا لجميع الانديه بحكم انه في صعود وهبوط، لكن حقيقه اللاعبين كانوا رجال في الملعب وقدموا مباراه ممتازه. كنا نتمنى ان احنا ناخذ 3 نقاط بصراحه حتى نتقدم في الصداره، لكن الحمد لله رب العالمين. رئيس، الدموع هذه اكيد رسائل، ايش الرسائل اللي تحب توصلها؟ الرسالة الأولى أشكر أول شيء الجماهير حقيقة، تعب كان يعني طوال ال10 أشهر الماضي صراحة، كانت تعب جدا، وكنا معاهم من بداية الإعداد في المعسكر بشكل يومي، تمارين بشكل يومي متواجدين، وكنا الحقيقة يعني المفروض حسب الاستراتيجية اللي حاطينها إن احنا نصعد مبكرا يعني، لكن الحمد لله رب العالمين كان دوري قوي بشكل كبير. والله الشرقية مولعة الحين، نار نار نار. بيكمل صعب عليكم؟ وين؟ يعني دائما نشوف الفريق اللي يصعد دائما يتعب شوي. لا ان شاء الله المره نصعد ونشوفون فريق مختلف مشيئة الله.